الملك المغربي يثور غضبا ويفاجئ الطفل المغربي بعد الاعتداء عليه من طرف لاعب المنتخب المصري ويكشف أمر خطير. ولكن قبل الدخول في التفاصيل، أتمنى تدعمني وتشرفني بلايك للفيديو والاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس حتى يصلك كل جديدنا خلال الفترة القادمة. في بداية حديثه اليوم، أكد الملك المغربي أنه لن يسمح لأحد بالاعتداء على أي فرد من أفراد الشعب المغربي العظيم، وبالأخص على طفل مغربي صغير، طفل مغربي بريء ليس لديه أي ذنب تماما. وطالب الملك المغربي فوزي لقجع رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم بضرورة تقديم شكوى لكل من الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا والاتحاد الافريقي لكرة القدم الكاف من اجل توقيع اقصى عقوبة شطب نهائي للاعب المنتخب المصري عبد الرحمن اجويرو. ايضا تابع الملك المغربي تصريحاته وحديثه قائلا: لن أنسى هذه القضية وسأظل أتابعها حتى يأخذ الطفل المغربي حقه. هذا اللاعب المجرم، اللاعب المصري، بالتأكيد لا يمثل الشعب المصري العظيم، ولكن يجب أن يأخذ أقصى عقوبة تتناسب بفعله الغير أخلاقي. شكرا الملك المغربي، شكرا على وقوفك بجوار طفل مغربي صغير، طفل مغربي بريء.